نتابع. فإذا نحن اللي كنا عم نحكي قبل شوي، وهون بدكم تنتبهوا لي شوي، لأنه هون الأصل، يعني كيف بدنا نشتغل. فإذا أي عملية مالية بتجيب لي مصاري على البلد بدها تفوت بزائد، أي عملية مالية بتطهر مصاري من البلد بدها تروح بتفوت بالناقص. يعني أنا لما أصدر هذه بتجيب لي مصاري على لبنان، هذه بتفوت بالزائد. أنا لما خيي يحول لي مصاري من برا، هذه بدها تفوت بالزائد. أوكي؟ طيب. وكذلك الأمر لما أنا أطلع رحلة سياحية على تركيا، عم ظهر مصاري من لبنان، هذه بدها تفوت بالناقص. نقطة تانية، أنا كلبناني بدي أروح أشتري أو بدي أشتري سندات بفرنسا، ما هذا معناته أنا عم ظهر مصاري من لبنان. يعني أنا الأصول تاعولتي كلبناني بفرنسا عم بتزيد. أوكي، معناته هون أنا عم ظهر مصاري من لبنان. إذا حدا فرنساوي جاي على لبنان بده يفتح حساب بلبنان، هذا أو بده يشتري أسهم بلبنان أو بده يشتري سندات حكومية بلبنان، هذه بتفوت ضمن التدفقات المالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، بدها تروح بالزائد. في إشكال لحديت هون؟ هذا أظن الشيء واضح. هلأ ليك شو رح نعمل نحن بعد شوي. بعد شوي نحن رح أعطيكم أنا أمثلة ونفرشي كيف هالأمثلة، كيف هالعمليات بتفوت بميزان المدفوعات. هذه أول نقطة. النقطة الثانية لازم أفهمها أنا بميزان المدفوعات، وهون رجاء ركزوا لي عليها شوي، انتبهوا لي عليها. مرات أنا بيكون في عندي فاتح عن حساب بالبنك، فاتح لا نعمل شير بس هون. دكتور فيك ترجع تعيد أول وحدة؟ أوكي. أول شيء كنت عم أقول إنه اللي بدي أعطي هني هلا أمثلة عن عمليات معينة، وبنشوف كيف تدخل بالصندوق بميزان المدفوعات. هلا الباز، الشيء الأساسي، البيز الأساسي هو إنه لما حدا عم يفوت مصاري على لبنان، يعني لما أنا عم بعمل صادرات عم يجيني مقابلنا على لبنان، لما عم يجي سائح عراقي على لبنان عم يقعد بالأوتيل عندنا بلبنان وعم يتعالج بلبنان، هذا بسميه كمان صادرات الخدمات، هذا بفوت بالزائد. إذا شاب فرنسي إجا لعنا على لبنان فتح حساب بالبنك، حساب جاري، هذا بيكون بفوت بالزائد بالحسابات قصيرة الأجل بلبنان. إذا أنا رحت على فرنسا أو أنا حولت لابني مصاري لأنه ابني مسافر عم يدرس برا، هذا بفوت بالناقص لأنه تحويل من برا، من لبنان لبرا. إذا أنا رحت فتحت حساب بقلب فرنسا ببنك كريدي ليوني، هذا كمان خروج للأموال من لبنان، بفوت هيدي بالناقص. طيب بدي أعطيكم شغلة صغيرة. دكتور في أسأل سؤال صغير قبل؟ إيه أسأله دغري، اللي عنده سؤال دغري يدفع. فينا نحن أوقات مثلاً فتحنا شيء مطرح مؤسسة برا، هلا هي عم طلع أرباح لهذا البلد اللي برا أكيد، بس ما نحن كمان أوقات منحول لعنا، يعني عم نفيد الجهتين، فبيمشي الحال هيك؟ بس ما فهمت شو قصدك. يعني مثلاً نحن فاتحين أي مثلاً مؤسسة برا، هيدي المؤسسة نحن عم طلع فيها مصاري عم بتفيد البلد اللي برا، نحن عم ندفع هونيك، يعني عرفت كيف قصدي؟ بس نحن بنفس الوقت ما عم بنطلع أرباح عم نبعثها على الوطن، يعني هون عم بيصير في شغلتين، هونيك عم يستفيدوا وهون عم يستفيدوا. ما لنا علاقة، شو بيصير هونيك أنا ما إلي علاقة. يعني الأصل اللي حولناه هو الزائد. أنا عم بحكي عن ميزان المدفوعات تاع لبنان، بالتالي أنا بدي سجل كل شيء عم يفوت بدي لاحظ شغلة، كل شيء عم يفوت للمقيمين في لبنان وكل شيء المقيمين في لبنان عم يبعثوا لبرا. أوكي؟ طيب. أنا نصري حرب فاتح حساب، أنا فاتح حساب بأوروبا أو بأمريكا،
فاتح ايم حساب $1,000 موجود، هذا انا حاطه هونيك موجود عندي من 3 سنين، ماشي الحال. طيب هلا هلا بسنه 2021، ان في عام 2020 21 هذا الحساب يلي موجود قديم اضفته اليه، اضفته الي مبلغ $200. شو بدي انا كلبناني بميزان المدفوعات اللبنانيه شو بدي اسجل عندي؟ او خليني اقول بس اني هون بس من لان بكون بس كونسيستنت شوي، اضفت عليه مبلغ 300,000 ليره، حولتهم لدولار لبرا، يعني هن بيعملوا تقريبا $200، عم نحكي عن السعر القديم. طيب انا عندي هول 300,000 ليره، انا عم بحكي عن ميزان مدفوعات لبناني، 300,000 ليره بفوتوا بالناقص ولا بالزائد عندي هون بلبنان؟ دكتور في بالناقص بس الالف ما بنحسبها، الالف ما بتنحسب صحيح، لانه هي بهيدا الثاني نحن اضف. طيب صحيح جاي. طب بدي اعطيكم مثل ثاني، في عام 2021 اوكي سحبته من المبلغ ما يوازي $300، لو قلنا ما يوازي 600,000 ليرة، شو بدها تفوت هالعملية؟ يعني هون $400 زائد. اوكي بدها تفوت بالزائد، بس هون بتنتبهوا لي لشغلة، هون بتنتبهوا لي لشغلة، انه هون المصاري ال $400 هول 600,000 ليرة أني ما ضروري أن يكون جبتهم على لبنان، يمكن ما حولتهم، يمكن أني سحبتهم من هونيك عملت فيهم شيء تاني، ماشي الحال. بس أنا اللي بدي ركز عليه أنه إذا أني كان في عندي رصيد برا أني كلبناني وعندي رصيد برا وهذا الرصيد نقص بيفوت لعندي هون بالزائد، زائد 400-600,000 ليرة. برجع بعيد، بالحالة الأولى هون أنا عندي هونيك 2,000 دولار وزدت عليهم 300,000 ليرة، بالتالي هول 300,000 ليرة خروج بدهم يروحوا 300,000، بيروحوا عندي بتسجلوا عندي بالناقص. بس كمان عندي بالمقابل ما ممكن أن يكون سحبت منهم لهول الألف دولار، سحبت منهم هون $400 أو 600,000 ليرة. أنا عندي هون بلبنان شو بيتسجل؟ بيتسجل بهذا بالبند هون إنه الإيداعات اللي بالخارج عندي زائد $600,000 بيتسجلوا عندي. دكتور بس إذا المصاري ما فاتوا على البلد كمان منسجلهم، أنت عم تقول إذا مسجلهم على لبنان كمان. إيه صحيح صحيح، ما حتى لو ما فاتوا على لبنان، بس أنا ضمن البند يعني هون خليكم لكم. هولي أنا منقصهم من قبل فهيدول موجودين. لا 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 مش إذا شلت منهم ليك. ما خاص ما في ارتباط. طلع فيه هاي الأصول المالية القصيرة الأجل كالحسابات المصرفية الجارية وحسابات الشيكات، أنا هذه تغيرت. شو التغير فيها هذه؟ أنا كان في إلي برا مثلاً 1,500,000 هلأ نقصه. شو التغير فيهم؟ أنا بدي أحط التغير ساعتها يلي هو نقص 600,000. مش تغير الأصول المالية تاعتنا في الخارج؟ ايه دكتور صح واضح نقصه. طيب هلأ الشغل الثاني اللي بدنا نعمله هلأ قبل ما أروح أعطيكم الأمثلة هو إنه كل عملية بدها تصير بيكون في إلها وجهين، بدها تفوت من جهة بوزيتيف ومن جهة بدها تفوت نيجاتيف. كل العمليات كيف أخذتوا ما بعد درسين محاسبة، يمكن في عندكم شيء اسمه القيد المزدوج،
كل شيء بفوت بلس بده يرجع يفوت ماينس، او بفوت ماينس بده يرجع يفوت بلس. اوكي خلينا نشتغل انا وياكم، نبلش نحن رح اعطيكم العمليه وانتم انا وياكم بدي اساعد انا وياكم، بدنا نشوف كيف العمليه بدها تصير، كيف بدها تدخل. خليني اصغر هذا اللي هون. اوكي وخليني اعمل view split. اوكي نحن هاي هون الصفحة قديش من 39. اوكي طلعوا لي هون. اوكي طيب واضحة الصورة؟ شايفين العملية الأولى؟ العملية واحد شايفينها؟ طيب. واو هو الوطن يعني لبنان، والجيم هي الدولة الأجنبية. واو يصدر سلع بقيمة 5 مليون ليرة لبنانية إلى جيم. أوكي فإذاً دغري أني هون بعرف أنه الحساب الجاري هون بصادرات السلع بدنا نزيد واحد، بدنا نزيد 5، مش هيك؟ طيب لأنه عم صدر صدر. هلأ بالمقابل جيم تدفع جيم المبلغ عن طريق إيداع قصير الأجل في جيم لحساب واو. يعني هي عم تدفع يعني ناقص، يعني لحظة نحن صدرنا للسعودية خضرة بقيمة 5 مليون، هذه بدها تفوت زائد 5 مليون، يعني هون بدنا نحط هون إذا بدكم بلس 5. معلش بدي اكتبها بالانجليزي لانه هذا الكيبورد عندي ما بيكتب، شوي صعب العربي فيه. اكسبورت. طيب بالمقابل تدفع السعوديه جيم المبلغ عن طريق ايداع قصير الاجل في جيم. يعني انا في عندي حساب بقلب السعوديه حطوا لي المصريات فيه، شو بدي احط انا؟ كيف بدي فوت هذا ال 5 مليون الثانيه؟ دكتور يعني ظهروهم من عندي وحطوهم بالسعودية، هيك قصدك؟ لا أنا ما ظهروهم من عندي، يعني بعد دكتور بتزيد الأصول بتزيد الأصول بالبلد بالخارج، أصول ال شو اسمه؟ عم يقول لي عن طريق إيداع قصير الأجل. أول شيء لما يقول لي قصير الأجل معناته أنا رحت هون على الفئة الثالثة. رح يقول الفئة الثالثة؟ الفئة الثالثة. بس هيدا الخمسة لما يحط اليوم بدها تفوت ناقص ولا بدها تفوت زائد؟ ناقص، ما رح تظهر من عنده وتفوت لعندي يعني ناقص للوطن زائد حتى ناقص. اوكي طيب بس لقلكم شغلي هون، لذكركم بشغلة، خليكم معي خليكم معي. شايفين هون بسنة 2021 أضفتوا إلي، أنا عندي حساب برا في $1,000 زدت عليه مبلغ 300,000 ليرة، فاتوا 300,000 ليرة بالناقص. بالتالي هون كمان الخمسة مليون لأنه فات كأنه أنا ظهرت لبرا 5 مليون ليرة رح يفوتوا بالناقص. فإذا هون ناقص 5 group إذا بدكم group 3. دكتور يعني فكرتي صح انه هو سحب من عنده مصاري وزاد لي اياهم على حسابه يعني ناقص؟ زهراء ما بيهمني هو شو عمل، هو شو عمل ما بيهمني، بيهمني انه انا صار في عندي ممتلكات برا اكثر،
هيدي الممتلكات برا اكثر بدها تفوت بالناقص. انا كلبناني صار عندي ممتلكات برا. هيدا اي صفحه لو سمحت العمليه 139 العمليه انا عندي موجوده بالصفحه ما بعرف انا غير لعبت شوي تغيرت الصفحه يعني 139 او 140 139 اي دكتور صح 139 140 اوكي دكتور نعم هلا هو لو محولنا لبنان مثلا على البنك اللي عندي بلبنان اكيد بتفوت بالزائد لو هو شو لو هو مثلا محولنا على البنك اللي بلبنان مش بالسعوديه فاكيد بده يفوتوا بالزائد هلا بنحكي عنها بنوصل نحن لمثل قريب لها هاي دكتور هاي دار بنحطهم تحت اسم تحويلات خارجيه انا حاطط لكم بالكتاب موجود تفصيل كيف بنحط يعني مثلا نسجل 5 مليون ليره لبنانيه زائد في صافي صادرات السلع الفئه الاولى ونسجل ناقص 5 مليون في الايداعات القصيره الاجل نسجل 5 مليون ليره ناقص 5 مليون في الايداعات قصيره الاجل بس لكم شغل صغيره هون بفرجيكم عليها بس انتوا عندكم هيك أنا حاطط لكم أجوبة بالكتاب بس أنا عم محيه هون بس من شان نشتغل يعني نحن وياكم نشتغل export ناقص 5 group 3 group 3 طيب بنروح على الوحدة الثانية واو يعني الدولة الأجنبية يشتري سلعا الوطن يشتري سلعا بقيمه 15 ايه يشتري سلعا بقيمه 15 مليون ليره من جيم يعني احنا عم نستورد من فرنسا يعني ناقص هاي ناقص 15 ناقص 15 هذه امبور او امبورت طيب بالمقابل يدفع واو المبلغ عن طريق ايداع قصير الاجل في حساب لجيم في واو في حساب لجيم في واو يعني حطينا له كمان زائد حطينا له لفرنسا اوكي في الحساب بالبنك هون ببي بلس في الحساب عندنا ببي بلس هون حطينا له 15 مليون ليره فيه هذا كانه صار في تحويل من برا فاذا شو بحط انا هون مثل عم تقولوا دكتور يعني هون البلد الاجنبي زاد الاصول عنده بالوطن عنا فقلنا زائد بالضبط كمان جروب 3 رح احط هون جروب 3 لانه عم يقول لي قصير الاجل جروب 3 طيب ارسل مواطن من واو هديه عينيه قيمتها 5 مليون ليرة لبنانية لصديق في جيم يعني أنا بعثت إذا بدكم تليفون أو شيء لصديق أو بعثت له أرز صغيرة شجرة أرز بعثت له إياها هدية هذه الشجرة قيمتها 5 مليون ليرة كيف بدها تفوت؟ هذه ناقص دكتور هذه ناقص بالذات طيب ناقص ضمن أي وحدة؟ أربعة دكتور ما هو المواد اللي اشترى هون عنا بالوطن دفع حقه بس بده يبعثها صح؟ نعم يعني بده يصدرها يعني بالزائد طيب زائد لأنه هي صادرات بالنهاية زائد 5 هذه اكسبو طيب وين بدي احط الناقص؟ في ناقص بدها تفوت كمان وين بدها تروح الناقص؟ هلا اللي بده يستلمها الفئه الاولى حسابات جاريه ولا لا بالتحويلات من الخارج صافي شو اسمه هي هون الهدايا ما هي هديه راحت يعني بالناقص بالناقص بدها تروح لانه ظهرت من لبنان اوكي ناقص يعني انا دافعه بالضبط ناقص 5 فاذا راح احطها هون ما بعرف شو بدي اسميها راح نحطها هون ترانسفر
دكتور لفوق حطينا بلس 5 اكسبورت. اوكي اول شيء طيب خليني انا اقول لك شغله. دكتور لفوق هي بالناقص واللي تحت بالزائد. ليه لفوق بالناقص؟ مع اني حولت لبرا صادره دائما بالزائد من واو. مع اني حولت له لبرا انا كاني حولت 5 مليون لبرا. هي صح صادرات بس بالعكس الإشارات يعني زي لا لا لحظة لحظة خليكم معي. أول شيء أول شيء أنا حولت له لبرا مصاري يعني حولت له لبرا سلعة كيف أكون تسموها صدرت سلعة لبرا. أوكي صدرت أنا السلعة لبرا هذه الصادر هذه بدها تفوت 5 بالصادرات. طيب عال بس بالمقابل كمان أنا إذا بدكم ما هذه مش ببلش بالنهاية مش ببلش. طيب إنه بالنهاية ما في مقابل هو ما دفع لي حقه هو كشخص ما دفع لي حقه. بس طب أنا كيف بدي أدخلها تحت أي عنوان بدي أدخلها إنه أنا ظهر من عندي سلعة ظهر من عندي مبلغ بحطه بالترانسفير. طيب خليني أسألكم شغلة دكتور هلا هو ما في قاعدة ثابتة ما لازم نربط شيء بشيء بالضبط ما نربط شيء بشيء يا لا خليني لكم شغلة فرضوا لي حالة تانية فرضوا لي حالة تانية أنا بدي أعطي هبة لواحد بفرنسا موجود 5 مليون ليرة. أوكي في يقول له ليك في يقول له التالي وين هاي بس تحصل في قال له انا قلت لكم انا انه نحن هلا بال2021 انا عندي حساب برا فيه بقلبه 500 مليون دولار قولوا ان شاء الله. اوكي قلت له لهذا اللي بدي اعطيه قلت له رح حول لك من حسابي لحسابك 5 ملايين ليره. اوكي ماشي الحال. شو صار انا ساعتها رح يصير في عندي هون سحبت من هذا المبلغ 5 مليون ليره فإذا رح يصير في عندي إيداعات قصيرة الأجل مش هيك؟ لأن هذا الحساب التعول اللي هونيك رح يصير أني عندها ناقص إيداعات قصيرة الأجل. شو بدي أقول هون؟ كيف دخلنا أهلي هون؟ أضفت إليه أوكي عفوا شايفين هون بسنة 2021 سحبت من المبلغ ما يوازي 600 ألف ليرة حطيتها بوزيتيف فإذا هون إيداعات قصيرة الأجر رح تفوت هون بشكل 600 ألف ليرة عم نقول نحن 5 مليون فإذا أنا أعطيتهم حسابي برا 5 مليون بس بالمقابل رح فوت أنا عندي بميزان المدفوعات رح يصير في عندي رح فوت عندي هبات لأنه خروج رح تصير ناقص 5 مليون بيطلعوا بيصفوا بعضهم. بس بالحالة أنا اللي عم بعطيها أنا رح سجل عندي 5 مليون هبات بس ما في سجل إيداعات قصيرة الأجل. طيب هدي بالمقابل هال 5 مليون هبات طيب شو بده يسجل مقابلها؟ في عندي سلعة بلبنان ظهرت على تيك هوم بحط صادرات زائد 5 مليون وهو فعلا انا صدرت هالسلعة لبرا. يعني بدنا نفتش على مصدر سالب ومصدر موجب لنحطهم فيهم اي على طول بدنا نفتش هيك بعمل. دكتور هون نحن عنا زائد والناقص كان بالوطن نفسه يعني احنا صدرنا 5 ونقص من عنا 5 على طول. اي طبعا ما هو ليكي حتى لو الحساب برا موجود ما هني هول بالنسبه لي بالنهايه لإلي يعني حتى لو هذا الحساب ال 500 مليون او لما انا حاطط 1000 دولار برا ما هني بالنهايه للوطن هول. طيب رح نروح على مثل كل ما عملنا امثله اكثر كل ما بصير اوضح. اي تفضل دكتور بس بالنسبه اذا مثلا لمؤسسه
مؤسسة عفوا أجنبية، يعني هي بيكون بس جزء منها بالوطن جزء الثاني برا، فنحن بنسجل بميزانيتنا بس الجزء اللي بخص البلد أكيد. عنا أكيد إيه أكيد، ما لنا علاقة باللي برا. يعني بنسجل يا ناقص يا زائد، ما هيك ما بنسجل الاثنين. صحيح. دكتور بس والله صعبين مش هينين، يعني مش مفهومين كتير. خليك مع شوية. مين عم يحكي؟ نمر يا دكتور نمر. نمر يا نمر، انت نمر مش لش شو اسمه هلا بتشوف يا نمر، كله بصير كرتون هلا بعد شوي. دكتور انت بكره بالامتحان اكتب لنا اسماء وطن ومش وطن، يعني مش واو جا ولغط. بدكم نغيرهم الواو جيم نقلبهم لبنان وفرنسا نغيرهم؟ لا حسب انت شو بدك تحسب الوطن يعني. طيب كل واحد حتختلف. اي نعم. دكتور انت بالاول قلت انه كل شيء بيطلع من البلد ناقص وكل شيء بفوت على البلد زائد. نعم. طيب ولما صدرت ليش مش ليش زائد؟ ها كل شيء لا لما كل شيء بيظهر من البلد بيكون ناقص وكل شيء بيجي على البلد زائد. اوكي الفلوس، الفلوس يا ايه الفلوس. فانت لما صدرت 5 مليون لازم تكون هي ناقص، ولما يجي على بلدك 5 مليون تكون هي. لحظه لحظه انت هذا اوكي. انت لما تصدر 5 مليون اوكي يعني خلينا نلقى القاعده بس مشان نحن نحكي على كل عمليه تستتبع دخلا لداخل الدوله اللبنانيه، كل عمليه تستتبع دخلا بتفوت بالزائد. على ذلك الصادرات لانها تستتبع دخلا بتفوت بالزائد. فهمان عليك بس ليش ما نحط زائد وناقص؟ خلص حط بس انه زائد، يعني خلص معني صدرت فزائد. لا يعني لا اجي لعلي يا حسين. حسين مش هيك يا دكتور؟ ما انت العملية اصلا لما عم تنعمل العملية عم يكون في لها جهتين، عم يكون في لها يعني وجهين. يعني انا لما عم صدر لما عم صدر لبرا 5 مليون ليرة ليمون، قيمة الصادرات تظهر 5 مليون ليرة بس، ولكن أنا صح يصير في عندي بالمقابل بالسعودية رح يحطوا لي بحسابي 5 مليون ليرة. عرفت شو؟ يعني ما في ركز على وجه وما ركز على الوجه الثاني، بدي فرجع على اثنين سوا. يعني أنا صار في عندي ممتلكات بالخارج تغيرت، بقى من جهة بدي ركز من وين اجت هذه الممتلكات الجديدة، ومن جهة بدي اشوفها كيف صارت. يعني الخمسة مليون ليرة لما صدرت اجتني عن طريق الصادرات، طيب بس وهلأ وين صارت هالخمسة مليون ليرة؟ صارت بالحساب تعولي بس مش أكثر من هيك. طيب خليني كفي العملية الرابعة. أدت مؤسسة محلية خدمات شحن لمؤسسة أجنبية في جيم. يعني نحن عملنا إذا بدكم شو اسمه سياحة أو شيء في جيم بقيمة 3 مليون ليرة. يعني أنا قدمت، نحن بلبنان مثلا قدمنا خدمة لشركة نقلنا لها بضاعة المؤسسة بقيمة 3 مليون ليرة، هذه الخدمة قيمتها 3 مليون ليرة. المؤسسة حولت من حسابها المصرفي في واو مبلغ 3 مليون ليرة لحساب المؤسسة المحلية في مصرف محلي آخر. يعني العراق مثلا حولنا له، نحن عملنا له خدمات، له حساب عنا بلبنان قيمته 3 في بقلب مصاري، حولوا لنا هالمصاري، حول ليهم على حسابي أنا نصري حرب بلبنان، حول 3 مليون ليرة. طب شو بدها تفوت هذه العملية؟ هلا دكتور مجرد ناقص من حسابه هو وزائد لحسابي انا، هلا هو حسابه بالدوله هون عندنا ما هيك؟ اي نعم. ايه دكتور مجرد ما هن نحسابهم لعنا حولوا لنا اصولهم عنا نقصت، يعني عندهم هن ناقص. طيب
طب ما في عندكم مؤسسة دكتور بقول لك الاجابه الصادرات بلس مثل الحاله الاولى نفس الشيء والشو اسمه زيد 3 بنرجع بنقص 3 100% فايسان في عندي اكسبورت بس اكسبورت اوف سيرفيسز مش هيك هي هون خدمات صادرات خدمات فايسان زائد 5 طيب هلا النقطه الثانيه حولت من حسابها المصرفي في واو مبلغ 3 مليون ليره هلا شو صار باموال الاجانب في الداخل اموال الاجانب عندي بلبنان شو صار فيهم انخفضت قلت انخفضت فاذا هذا اللي بدي سجله اني هون عندي فاذا اذا بدكم شورت تيرم ديبوزيت ان لبنان دكتور بس اول وحده عم بقول لنا انه نحن دفعنا 5 كيف حطينا زائد 5 مش عارف ادت مؤسسه محليه خدمات شحن لمؤسسه اجنبيه اوكي محلية يعني انا عطيت الاجنبي يعني من عندي ظهر 5 لا لا انا عملت لها الخدمه انا قدمت لها السيرفيس ايه انا بقبض حق الخدمه 5 بالضبط طيب العمليه رقم 5 وزعت مؤسسه اوكي 3 صح انا 3 طيب وزعت مؤسسه في جيم ارباح قيمتها 2 مليون ليره لحاملي اسهمها في واو عن طريق ايداعات حسابهم في حسابهم في جيم وزعت مؤسسه في جيم ارباح قيمتها من المؤسسه جيم ما هي أنا عم بحكي هون مايكروسوفت وأنا مشتري أسهم بمايكروسوفت هلأ مايكروسوفت عطتني 2 مليون وحطت لي إياهم بحسابي بأمريكا يعني هي ناقص من اللي دكتور ناقص من الوطن وزاد ببلد ثاني 100% لما قلت لي وزعت مؤسسة في جيم أرباح قيمتها 2 مليون ليرة لحاملي أسهمها في واو لإلي عطوني لإلي 2 مليون ليرة يعني زاد عندي 2 يعني أنا زاد عندي 2 بس هول أي بند هول زاد عندي 2 فئة الأولى بالأرباح فئة الأولى بالأرباح هون صافي المداخيل المتأتية من مداخيل الاستثمارات المباشرة فإذا بلس 2 إذا بدكم هون plus 2 profit أو group 1 خلينا نقول group هي زادت بس ما زادت برا مش لازم تصير ناقص ها ما هو زادت برا عن طريق إيداعات في حسابي يم في جيم معناتها أنا حسابي يلي بنيويورك زادوا لي على 2 كأنه خروج من كأنه زيادة الممتلكات بالخارج بصير هون ناقص 2 جروب 3 يلي هو دكتور عادل نعمل اوكي دكتور يعني الفكرة مزبوطة انه ناقص من المؤسسة وزائد زائد للحساب بالجيمة مش ناقص من المؤسسة لا أنا قلت لكم شغلة هي الناقص بالإيداعات بالضبط الإيداعات إيداعات اللبنان أنا إيداعاتي برا زادوا لما إيداعاتي برا تزيد أنا هذه بتفوت بالناقص برجع برجعكم على هاي برجع برجعكم على هاي لهون في عام 2021 أضفت إليه مبلغ 300 ألف ليرة أنا هذا حسابي برا لما زيد عليه 300 ألف ليرة أوكي هاي 300 ألف ليرة بتروح بالناقص ويسجل وكأنه خرج من لبنان 300 ألف ليرة وكأنه خرج من لبنان 300 ألف لأنه أنا نحن ممتلكاتنا الخارجية زادت 300 ألف ليرة من وين إجت أنا سحبتها من جيبتي وبعتها لبرا والله حدا حط لي اياها بحسابي برا ما بيهمني
بس أنا طالما أنه ممتلكاتي برا عم بتزيد، هل ممتلكات اللي برا عم بتزيد، حساباتي المصرفية برا عم بتزيد، هذه بدها تفوت بالناقص. على هيك هون، على هيك هون بهذا الحال اللي هون، لما أنا حط لما حطوا لي بحسابي برا مبلغ 2 مليون ليرة، بدها تروح تفوت ناقص 2 بالجروب 3. لأنه دكتور كيفك يا وين عم بتقول بحسابي؟ ما أنا عم بزيده بالنسبة إلي. أنا بالنسبة لي عم بزيده، إيه إيه صحيح. أنا مش نحن ما عم نقول لا إنه عم بزيده، بس ولكن عم بيصير وكأنه خروج من المصاري تعولي صاروا برا، كأنه في عندي مصاري أكثر برا. هاو بيجي يعني المقصد إنه أنا دكتور يعني دكتور أنا أحطهم بالوطن يعني حطتهم برا. بالضبط. إيه مظبوط. يعني إحنا أنت كان فيك تحطهم هون بالوطن، بس أنت قررت تحطهم برا، فنقصوا من الوطن هن المبلغ نفسه اللي صار برا. يلا استوعبتك فيه. عم تحكي صحيح. عم تحكي صحيح. طيب رح يخلص الوقت بعد دقيقة أو شوي. بدي منكم شغلة صغيرة. بس بدنا نبندهم، بدنا نكون حافظين هاي دور، بدنا نبندهم هيك صافي المداخيل. رح نرجع نبندهم. رح نرجع نحطهم ببند. بس أنا بدي لكم شغلة. أنا شوي غيرت بهذا الفصل. بتحبوا بعثكم إياه الفصل الجديد المفصل يعني بطريقة جديدة؟ ايه دكتور بليز. ايه دكتور ما بقى. طيب ولح جرب شيل الجيم والواو وحط محلهم لبنان وفرنسا. لا خلص دكتور واضحين ما بقى. واضحين ما تعذب. ايه ايه واضحين. طيب العملية ستة. مواطن من واو يشتري سندات طويلة الأجل من شركة في جيم بقيمة 4 مليون ليرة لبنانية. هذه كيف بدها تفوت العملية؟ مواطن نحن هلا هون نقص من عنا 4 عم ندفع يعني نحن عم ندفع من أسبان الوطن 4. بس أي بند هذا؟ هذا البند الثالث. هذا الثاني طويلة الأجل. طويلة الأجل جروب 2 يعني. فإذا هون عم يطلع من عندي ناقص 4 إن جروب 2. يحول المواطن من حسابه الجاري في المصرف